الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كتب موضوع أنا دلوا داقد دونه إن شاء الله تعالى كلمات كوبان روح نقول دونا سيدة ولالكي وشاقي شيخ لوير عبد الرحمن وتأملات في سورة سبأ أو في قصة سبأ أما فيرن أن إيجي إنه إن شاء الله تعالى وكد الفكر إنه سورة سبأ سورة كم إذا قرآن كريم كأهويه إن إنه وح عبر دروس أو كوان كقاضنه إن شاء الله تعالى أنت أنا نقولين لبك المدود مركوه الرئيس وحنو مهد علينا يا دمان ولالله سوق بن قابيي شروينهن قروح ضبضن مؤسسة أنصار السنة ولالك شيخ عبد الله عبد الرزاق عبد الله جير أما جنرال جير سيد الغشاقي ومدح ذكية هي الرجل الشقينية هي أنت كسوة قيب قاضة طيبة كلا كان سعودية رنتيسة وحن كل أمهد علينا يا أنت صاح حاضر تي أو دقي سنيسة إن الكلمات كان دقيسته يغنى أمهد علينا يا مثل الله بعد وحن لا يا هاي مقدمة أهانا مهور دعاهان أبشروا كوب شاريست دينتان يأهل كذا إن يقولي سنيان مستقبلك دير يو فيوتشر كنا إن يضو لا هاي دينتان إلهي سبحانه وتعالى سيدو يري ولا ينصرن الله من ينصره إلهي سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ومن نصر إلا من عند الله مرك قوشة إن دينتان لا هاي مستقبلك تاسكو بشاريستا سيدو النبي عليه السلام بقولني أبشروا ولا بشروا ولا تنفروا بانيدينكو بشارينيا كلان كان وحكم ديا هاي وحيالها تصنايا وحن ساولا يا هاي ولا ليال وحوية صدن سنة ما فرتن سنة كور أما كنتن سنة كور عمرك أمضاها ووحي يروي لكن سورة دو سيدان وكلماء هانشرين حلقة يابا دلن يرضى إيو إناني سو قارين أما أي ديب قليسو أما حسن قليسو أما مروق قليسو وحيالها عقباتك إيو ديباتوينك إسلامك إيو داد كيسا كهوري منايا إنا يحوغا مروق قليسو هم مروقونينا أبشروا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وحان أنيقو دائر يعني عمري هادو ومضاها مركلس يوا دائر هاي أن سوق عري مدة سنة دين شيء جاي. يدو قبر حسان وحجابا أيرتاه. يدو نندل يراه ولا بتنجره وعمره تشوجو أما حرم كأوطقه أما مساجد وكبدية. أنا جا سوق عري. ما أنتنا وحبو حينية أما مساجدة أما كل ماذا. دلني يرى رجيو دمر بله. دين تواجه روح إلى نجري علم كوان. يدات كوان. با إلى نجري أو أجر مجري سنة كهر ما أنت دمانتين وحاتين حراس وحاتين دنديت إلى لنايا ما أنت قف أقف كره أما إن يرديه كره ومدى إسلام كأكتاد مجو ومدى دم باقي النس مركة تاسونا بشاروين كي كمتا إنت أدان كقود بموضوع أنا دين لو داقا يوسان شاقي وحوي سورة صدا محانو دورتي سورة دان إنان كهالو وحوي يهورت قرآن كريم كأهور دان وحان روا إنان مركلة إن حصوصيو إنو يهي شرفت كلية شرفت كلية أو أن لان هاي هدان مسلمين هاي وحا كلية يوضاد كلية فهم كيد يكردقن كيدا أن كبغاري كرنو شرف الدنيا آخرو جد كلو اللي سكده يا مجره والوهن قوبية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأنا اللي إنه ويدون دونا يوم القيامة مالك الشرفي واتاس وحان كلو قصدا أصدورتي
waxa ku jirta qisooyinka quraanka sheeka xariir ma waa sheekooyin dhab ah oo dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay sababta uu qisooyinka noogu sheegayo saddex arrimood oo weyn الله سبحانه وتعالى وحي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدح الرموض بإله شيء قصوينك إلهي وحي أورينا يا إن لغو عبرقاته لغو وانقاته لغو تسالقاته أي إلهي أورينا يا لابو waxa ku jira hanuun laga qaato iyo tilmaamo laga qaato iyo xusuus laga qaato qisooyinka iyo duruus laga qaato saddex waxay ziyadisa iimaanka qof iyo yaqiintiisa iyo rumayntiisa kitaab ay ziyadinaysa saddexda arrimood ba qisooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo wariyay taas darteed qisadan hadda aan ka hadlayno suuradda aan ka soo qaadanayno waa suuradda magaca ay xambaarsan tahay suuratu saba waxay xambaarsan tahay magaca ummad ummadaha ka mid ahayd taariikhda soo martay oo qowmu saba la yiraahdo ee meel yeman alla yiraahda degi jirtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay qisadu saddex aayadood shan aayadood keliyaba kusoo aroortay oo suuradda ka mid ah suuraddu waa afar iyo konton aayadood shan ka mida keliya ayaa qisadaas ka warramaysa shantaas aayadood buu ilaahay magacaa suuradda u siiyey wuxuu ilaahay tilmaamayaa aayadaha shanta bilowgooda qisadan bilowgeeda calaamad iyo aayad iyo cibro inay ku sugan tahay qisadan aakhirkeedana qisada shanta aayadooda wuxuu ilaahay tilmaamay mar kale ku soo celiyey cibro inay ugu sugan tahay dad gaar ah waa dadka caqliga leh ee qur-aanka ku fekera ee shaakiriinta ah ee mu'miniinta ah kuwaas keliyahbaa haddana waayana waanadaas iyo cibradaas keliya ka qaadan kara laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayatun buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aayad baa ku sugan aakhirkeedana wuxuu yidhi inna fii dalika laaayaatin likulli sabbaarin shakuur aayada ugu sugan calaamad baa ugu sugan cibra ugu sugan laakiin waa iyay ugu sugan tahay maaha cid walba maaha cid walba ciddaa iska akhriso iska dhegaysata cibra uguma sugna cidda iska dhaafta cibro uguma sugna darsina uguma sugna waxaan rabnaa marka inaan ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay uu sheegayo uu yidhi inna fii dalika laaayaatin likulli sabbaarin shakuur kuwaasoo kale cibrada ugu sugan tahay inaan noqonno walaalayaal waxa kaleeto oo aan xusaynaa qisadan aan xusaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala suuradda ama qisada suuradda saddex qisaa ku soo aroor qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam nebi daawuud calayhi salaam iyo qisadii wiilkiisii isna nebi ahaa nebi sulaymaan calayhi salaam iyo qisada nimanka la yidhaahdo saba ama qowmka la yidhaahdo saba marka u horeysa suuradda si guud ahaaneed shan mixwar aan idinka siiyo waxa ay ka hadlayso si guud ahaaneed suuraddu shan arrimood oo waaweyn bay ka hadlaysaa arrimahaas waxa weeye marka koowaad ama aayadaha u horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa rabbinimadiisa ilaahnimadiisa mulkigiisa cilmigiisa ayaa aayaduhu ka hadlayaan aayado kale oo qur-aanka isla suuradda kusii jirana u ka hadlayaan mawduuca koowaad oo suuraddu marka waa towxiidka iyo iimaanka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isagu adduun iyo aakhira leeyahay cirkiyo dhulka inuu leeyahay iyo waxa u dhexaysa iyo waxa ku nool waxa ka socda oo dhanna amarkiisa inay ku dhacayaan habeen iyo maalin ilbiriqsi kasta wax cilmigiisa ka baxsan inaa adduunkan inaanay ka dhici ahayn ummadaha ku nool insi iyo jinni iyo xayawaanaad iyo waxa ku nool oo dhanna isagu inuu muraaqabaynayo u jeedo oo indhihiisa ay taagan yihiin waa towxiidka iyo iimaanka qalbigaaga in lagu xiro waana qur-aanka waxa uu ilaahay u soo diray wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun kitaabkan qur-aanka ay u xiraba dadka inuu ilaahood ku xiro rabbigii abuuray
marka suurad walba waxaan xusuusinaysaa ee aayad walba tawxiidka ayaan xusin ilaahay inaan ku xirnaano taas inaan ku gaari karno waxa laala waxaan u baahanahayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma weydiisan karnaa wixii aan ka magan galeen oo dhib ah oo nahaystana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uun baan uga cararaynaa mar walba in la xusuusiyo taas ayay aayaduhu ku bilaabanayaan qayb waa taas qaybta labaadna waa qisooyin saddexdii qiso aan sheegay qisooyinkana tusaaley u tahay dadka mu'miniinta iyo dadka kaafiriinta ah oo ilaahay ku kufriya ama nicmadiisa ku kufriya saddex mowduuca saddexaad waxay suuraddu taqriirinaysaa mowduuc caamaho qur-aankao dhanna uu akidayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ma dulmiye abaalmarinta iyo ciqaabta labaduba waxay ku jira qofku wuxuu isagu kasbado iyo sababaha uu la yimaado waxay tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qowm hadduu ciqaabayo waa macaasi ay kasbadeen iyo dembi la yimaadeen haddii uu qowm ilaahay subxaanahu wa tacaala nolol wanaagsan adduun iyo aakhiro siinayana wuxuu ku siinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalgud camalkooda liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaa'ika lahum maqfiratun wa risqun kariim والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم لبدا سوى ضوء بالك المريا تاسنا ويتقريني سا قرآن قد نواسس وحيدي بات عقاب دعية أما نقول دعية وحقا عن تأنو كسبطي إلهي سبحانه وتعالى عندكم ظلمني عمل صالح إيه إيمان هديل لي مادنا أبا المرين ونأكسن بو إلهي سبحانه وتعالى ذاتك السينية قضبك كلا oo suuraddu ay taqriirinayso waxa weeye wadada xun inay dadku wadada wanaagsan ka leexdaan laba sababood ama laba qolo oo sabab u ah laba jihoba sabab u ah dadku inay ka leexanayaan wadadii wanaagsaneed inta badan labadaasna ilaahay qur-aanka kariimka ah wuu ku tilmaamay suurad isla suuraddaana wuu ku tilmaamay mid waxa weeye ibliis ilaahay subxaanahu wa tacaala qisooyinka qisada reer saba marka uu tilmaamay iyo ciqaabtii ku dhacday nicmadii la siiyey ay ku kufriyeen kadibna ciqaabtii ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahum fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis baa yacni way rumeeyeen dannigiisii ahaa intooda badan waan kaxaysanayaa ilma aadan way u rumeeyeen oo isagay raaceen wamaa kaana lahu calayhim min suldaan xoogna kuma u lahayn laakiin iyagaa raacay hadda dadka waxaad arkaysaa midku odhanaya hadda shaydaankii baana duufsanaya maaragtay shaqo bal noo duxay shaydaankaad ma iska dhicisid muxuu kuu duufsanay ma xoog buu kugu leeyahay ma jajuub buu kugu leeyahay kuguma lahaa jajuub kuguma lahaa xoogna kuguma lahaa xujana kuguma lahaa mid waa kaas qolada labaad oo ummadaha wadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka lumisa waxa weeye waa qowm iyaguna ibliis ku daba xirtay ama ku xarig xirtay oo bani aadamka ka mida ama qowmamkaas ka mida oo ah kuwooda mujrimiinta ah kuwooda mustakbiriinta ah kuwooda kibirka badan kuwooda inta badan ummadahaas hogaamiya ayaa waxay u horseedaan inta badan waxay u horseedaan inay jahannamo iyo naar iyo cadaab ku subaan for example tusaale uu soo qaado fircoon oo kale iyo malays fircoon hal ruux buu ahaa hal ruux buu ahaa yaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaara wa bi'sa alwirdu almawruud hal nin weye ninkaasaa ummad dhan intuu hogaamiyey oo xumaan ku hogaamiyey ayuu naar ku shubay oo ku arooriyey ya aayado kale ilaahay wuxuu tilmaamaya xoog kuma u lahayn quwad kuma u lahayn qalbigooda ma hantin karin caqligooda ma hantin karin laakiin iyagaa raacay iyagaa raacay oo nebi muuse calayhi salaam oo hortaagan bay fircoon ka doorteen oo la hadlaaya alla subxaanahu wa tacaala aayad kale ku tilmaamaya saas walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa sultaanin mubiin ilaa fircawna wa mala'ihi fattabacuu amra fircawn wamaa amru fircawna birashiid way kale labadii waxay raaceen ninkaasay raaceen
كي نبي جنا واديدين كي رسول كنا واديدين مركا دادو حالا يراهضو ملأ قرآن كو قتل مامو مضح هقاميال قوم أؤه مثلا قوم ثمود يا قوم صالح قوم عاد قوم هود يعني رقو دي مضحة باهو قامية ويقا خشوي نار خشوي ثمود قوم صالح سقالن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون سقالن أضي أضيال أهو قامين أيا رير كهوجيي رير دنبي هوجيين أو نار كشبين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا هذا ولا ليالو في رسالة أمدنا والله قيام ملايين إني تهيبا وحا باب إني أو الدومين أو هلاقة التاريخ للقرآن كسيدو نوغا شاكين أيو مالين والبنى صون نق نقطة عبرادة قصوين كالرهو إن لغا قاتنا أي تهي وحاوي إن ير أيا وحي باب إني سا مستقبلك نولوشا جريتانك شرفتا بدبادة أمدنا بي باب إني سيدا سقال لين هالكا أبابيين سيدا هالكا نين كلي أبابي وفرعون ليرا سيدا كوا بدن أي أبابيين وما بدن قرآن كدب أقول نغضا حان آدي دين كعود سنة يين قصوين كاس دب أقول نغضا داد كاسنا إلهي سبحانه وتعالى ونوشاي أقول دنبينتي إلهي سبحانه وتعالى محور كا أقول دنبيه أما قيبت الشناد أو سورة دكال وحوي إنه إذا كان مركي وحاسو أنه وشاك يسو التوحيد كي إلهي كحرنانتي سال الله شاكو أو قصوين كالدعاية أمدي سبائي قومك كال الله شاكو أو إذا كان لباتات السمين أي أهو قامين يا الله شاكو إلهي سبحانه وتعالى وحقصو أختيم أي إنو نوغو يارو إنا نفكر نو عقلق استعمال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تتفكروا وارفكرا إسلام كان كفكرا توحيد كان إيمان كان قرآن كان بنان كان لقمكينين ضدبا وحي أرنيان كوهروح ورنجرين أساطير الأولين هذا وحاجره ضد أرنايا أفريت من قرن كهروس ودقة ما هذا اللي يسكو حكومي كرا ما هذا اللي راعي كرا ما هذا الدستور نقون كرا يا مسلمين تي صوماليات أو مسلمين تها أبا عن جد أو دستور كذا أو يهي أي واحد اللي يه تونسون وشني تونسون الدستور اللي رادينا لا مكلا بهن كرا لا مكلا صاري كرا واي ما هذا عي دستور كيبان دم ميسترني What kind of distur? Obana distur, we have distur. Wa hay sanaba distur. Isa ku socdo way bas. Say qaata way wa malaha. Marka ku waro waxaan jiraa asatirul awwalin. Hadda qowl kale to subax way. 14 qarni ka hor baa la isku xukumi jiray. Gacana la goyna, qofa la jirajmina, qofa ka ahkaamtu waxay soo qaataan xuduuda iyo wax la mid ka ah. Inta muslimiin tu sayihin, Soomaalina kam tahay? La nasra. قول مجلس عزنا مجلس الدولة إنه شرفنا مجلس أدون كنا شرفنا قوي عشان هاسوين ولا هاسوين هاسوين لا يمكن يا إخواني مركو حلو بينا فكرنه قرآن وحنو يلينا فكرنه أو كيف فكرنه ربي كان ساق وحرنا الله شرفت هذه كجرتها قصوين كان صدق وقعد ومضوم حي كل من ومضوم حي كبابين إن أنكم عبر قاضنه inaan ku cibr qaadano dadka luminaya maxay shaytaanka ibliiska iyo awantisa iyo dad madax oo jihadi iyagu ka lumay oo indholayaal ah baahro ummada inay meel xun ku guraan luqada mucaasirka ah hatta dadka daraasadka siyaasada sameeya way isku waafaqsiin ummadaha baabay faqirka cudurka dhibaatada gaajada ya dibu dhaca ku jira ummadahaas iyo ummado kale hormaray maxaa dhacay u dhaxeeya sababtu maxay tahay hal qulaasay oranayaan
eliitkooda iyo dadka xukuma kuwan baa corruption iyo dibudhac iyo gumaysi ku haya oo dantoodii iyo caqligoodii maamushay koox yar baa maamulatay oo go'aankoodii qaadatay ummadaha iyaga hormar go'aankooda iyagaa soo ceshaday xuquuqdooda iyagaa ilaashanaya waxaa ma rabno waxaa soo ogolnay waxaana ma anfacdo waxaana wadanay tuugnimo ma ogolin waxaan ogolnahay ammaan wixii aanu ku dhiibanay halkan soo dhig xisaabta waxbaa jira ummadaha nool waa saasay xisaabtabaan ninkooda madaxda u ah ama madaxa u haya xabad shukolaataa ma xadi karo xabad shukolaata xabad nacnaca iska dhaaf lacag malaayiin xabad nacnaca ma isdaba marin karo hal nacnaca ma isdaba marin karo maaha malaayin maxaa dhaha xaqoodii wey xuquuqdoodii wey inuu madax yahay macnaheedu ma aha inuu wax walba iska leeyahay saasay og yihiin laakiin ummadaha aan ogeyn ee iyagu madaxdoo iska daba nashlaya ee iska daba socda waa reerkayagii waa in hebel baa dowladda noogu jira annaga in hebel baa annaga noo ah baalkii oo no qaybtayada annaga qaad oo in hebel muxuu ku siiyaa oo in hebel maxaa ka heshaa oo in hebel muxuu xuquuqdaadii ka bixiyaa oo in hebel tacliim muu ku siiyaa wiilkaaga iskuul muu sameeyaa caafimaad muu sameeyaa isaga laftigiisan caafimaad ka samaysan macalasaf dadkaasoo kale xataa markii ay iyagu dhibaatoodaan dibado kale loo qaadi waddamo kale la geyni lagu soo daaweyni wuxuu xataa garan waayay dalkaaga adigu aadeeda iyo dadka aa xukunto ama dadka aada mas-uulka u tahay meel adiga xataa lagugu daaweeya ka samayso xataa uu kari kari waayo 10 sano 20 sano 30 sano intuu sameynaya waa idiot dadkaas kugu qur-aanka suuratu saba ka sheeganaysaa walow taraa idi aalimuuna maalinta qiyaamay taagan yihiin yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqowl يقول الذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استضعفوا ما تقانين الذين استضعفوا ما تقانين وين قوي وين تان حقوق ذا ذوقون وين وين تان عقل ذا أنا حرت هين وين وين تان قبيل أنك حرامين وين وين تان إلهي كلي أدون أيهين أنا أجين وين وين تان حر يهين أنا أجين وين وين تان إيمان كذا إلهي كلي أدون أيهين أنا أجين وين مركا بني آدم كلا هو أدون صدو أما عقلي قول أدون صدو واي الذين استضعفوا لولا أنتم لكنا مؤمنين بيلينا قيامة هدي دنان إذن كاين إذن كا ودد النقل مية إذن كا قرآن كي النقل مية إذن كا مارك تي دين تي النقل مية إذن كا دستور كي يجي إلهي النقل مية مركز يكوي كلا الجواب يان بل كنتم مجرمين أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ولا ريال أيضا مؤمة ليسان إني ما انتكاه الله يان برلمان قد حيث يكاه الله يان مؤمة ليسان ما أمة ليسان ما سمايا أيضا نوحي كلا حكومة يان دادك أيضاكو أو التقانين مدحبين نويهين أو أذكر رعضان إن دلاءان أو أذكر رعضان قرآن لآن أو أذكر رعضان هنون لآن waad ku raaxdaan danihiinna xataa inaad ilaashataan la-aan aad ku raacdaan oo aad tiraadaan waa reer hebel waa inaad erkay waa in filfilan berrito isnagu kuwan keli anaxnu sadadnaakum cani lhuda managa anagu islaamka idiin diidnay managa anagu qur-aanka idiin diidnay inaad dastuur ka dhigataan managa anagu islaamka idiin diidnay inaad isku xukuntaan managa idiin diidnay saasuu ku leeyahay bal kuntum mujrimiin idinkaa mujrimiin ahaa oo dembiilayaal ahaa bal makru layli wannahaari itaamuruunana an nakfura billaahi markaasaa la calaacali ilaahay subxaana wa tacaala labadaba wuxuu leeyahay kaxaya labadaba xagga isugu geeya naarta isugu geeya wax cudurdaara ay leeyihiin kuwan ducafada ahna ma laha haba yaraatee markhaatigii waa ka kitaabka qur-aanka inoo sheegaya sidaas darteed walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan cibro noogu sugayaa inaanu ku cibro qaadanno waxaa kaleeto oo suuradda cibrooyinkeeda haddii aan wax yar ka tilmaamo waa midda u horeysa ee qur-aanka kariimka ahi maqsuudkiisa dhan waxa inuu ilaahay ku baro rabbiga inuu kugu xiro saas darteed walaalayaal haddaan rabno rabbi subxaana wa tacaala aan ku xirnaano adduunka innagu inaynu madaxu noqonno inaynu sharaf yeelanno rabbi inaynu ku xirnaano rabbi inaynu ku xirnaanona waxa naga waxay qur-aanka inaan ku xirnaano waaye qur-aanka inaan ku xirnaano waaye oo fahamno labo qisada qowmu saba waxaan u soo qaatay wayna shabahdaa meelaha qaarkood bay naga shabahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qowm uu nicmeeyey nicmooyin badan uu siiyey wuxuu siiyey dhul barwaaqaa hawo fiican hawo macaan kulayl siyaada lahayn qabow siyaada lahayn cudro iyo dhibaato iyo maaragtay kanaco iyo wax duulaya xataa bay yidhahaan culimmadu xasha aan lahayn
يا هو معان وحو إلهي سيا نبت قليو وحو إلهي سيا مريه يرزقي يأمارتي سفضط أي أهليان مركاسي وحاسونا كو كفريان ويكو كفريان هذا كهربان وحان كو إري حاضرات كقاركوت وقتي أنا أساس أسي فوقين صوماليا تضبعتني إيدي هران كيدي مركان أرضيقا إيه مقالة مقدشان تشوك مصروف كيقول الله بشلين بوها الله بشلين ما عليك يورد وليوا وقت الدنبقو لكي فريحوغا والله عقد السياد الله بشلين تو شلينكس هالك الدولارنا صدح شلين بوها سوى دنبا أنك إيه دولار كواسنين ساسانوه بس قرب سعني dollar ka hadda dunku maanta xukuma 320 kun ba soo gaarteen aan u maleeyna intina badan ama 20 kun oo shilin halka dollar inuu yahay 2 shilin shilin kaliya hal shilin kaliya aniga ardayga saaxiibkay ah waa ku dhargi jirnay asha kaamila oo full ah baan qaadan jir muufo maraq hilib wadata mooski wadata fruitki wadata bi wadata hay هاو بانت تكتب فهل شلين واحد شلين كليا ها سو رغد العيش ما انت فضوط سو ما رزق فضوط سو ما الى يسبي يا هبين كينا مقالة سيدة دونتا او سعطو هبين يمالين وقت قاد دونتو ليدو يا عبد العزيز تاكي مالنو هبين كل لحسا عبينو متدوى سا عبينو مدينة اما هضن اما انكو تغنان برافر كلي قادو سكو سعطو واحد نانكبقين عدنا نانكبقين بل ودنك جيس إلى جيس أتكو سعوتهم أمني لبدا سو إلهي كوشي قوم السبع مركي أي ديدين خير سبع واد ديدين نبت قليا دي بي ديدين وبربوريا نقاق علي دهن عيش كيف الله نوا كد دالين نقاق علي دهن لبدا بو لقا حيو بي وحلو قو بدل لبكة لتو عكس قوضة ديد قوضة ماشي نبت قليا دي وحلو قو بدلي عبسي إيو كالقيب سنان إيو تمزيق الدونك اللقو كالفيدي لغو كلا تورا قبل بميل لغو توري نعمدينا قاجو ايا لغو بدلي لباس الجوع والخوف الى قوم سوا وحير ومزقناهم كل ممزق والله مركا استرالي تغو امريكا تغو يوروب تغو ودن كايسويدن كلي يهبان وحان مري كنتن مقالو وحكم ذا مركاسا مقالو والبا تولو والبا قبل الصوماليين وقوتك قبل لطوري سال لغو توري مش وكا حق لغو توري وكحق لغو توري وقويقة فينلاند وروش كالحر إلى تولير وكملة بانو قوتك قبلك هل كاكو توري لغو توري آيات دقو صدع ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور إذ كان سوصاري كرتا مجرتو يونايتن نيشن كما سوصاريسو إيو كما سوصاريسو أفريكان يونيو كما سوصاريسو إذ كان سوصاريسا مجرتو أنا هين ربي سبحانه وتعالى يونغو شدي سيو طوت كينكس waxayna ku dhacday waxa aynu ku socono hadda qabyaalada iyo raacitaanka ummad aan waxba ino hayn iyo dad aan waxba ino hayn iyo dad aan dantaada ka bixin qabiil kaliya inaa u taageerto islaanima ma sharafna ma xornimana ma bani aadannimana ma ee dad yahay Soomaaliyeed ogaada hadderba ibrada qisadu inaa tusinayso taas way taas aan rabnaa inaan qaadano oo aan ku ifra qaadano qisooyinka waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu tusaaleenayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa tawfiiqdiisa inuu nawaafajiyo kitaabkiisa kuwa ku xiran inay Ilaahay naga dhigo kuwa ku ifra qaata inuu Ilaahay naga dhigo ummada Soomaaliyeed ee muslimka inuu Ilaahay nabadgeliyo iyo barwaaqo dhulkooda ku siiyo Ilaahay qalbigooda isu soo jiido walaaltinimo iyo midnimo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyo sharaf iyo barwaaqana Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka iyo aakhiraba u ku siiyo tawbadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga aqbalo sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in